Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan bacaan tahiyat ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya 'ali Iftah lana babana bil Qur'anil Azim Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir بكتابك بصري وأطلق به لساني واسرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, kita lanjut ke tadarus ya. Sekarang yang halaman 330. 7. 37. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين يخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الذي في الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما أوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يعلج الليل ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النار وعد الله الذين كفروا بئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعوف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
وجاهدوا في الله حق جهاده وابتباكم وجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ومساكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه
لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تحرج من طور سيناء تنبت بالتخم والصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفرت التنور فاسلك فيها من كل فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأترقوا
وَقَطَّرْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ بَلَىٰ إِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ Ya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idoman annakum mukhrajun hayhata lima tu adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin In huwa illa rajulu iftara 'ala Allahi kadziban wa ma nahnu lahu bimu'minin Qala rabbi ngfurni bima kadzabun Qala amma qalilil layusifunna nadimin Wa aqwadatahumus tawihatu bilhaqi faja'alnahum usha'a Fabu'dan lil qawmid zalimin Thumma ansha'na min ba'dihim kurunan akharin Cukup dulu apa ya untuk tadarusnya. Dilanjut lagi pertemuan selanjutnya. Lanjut kita ke tahfiz ya. Ayat tahfiznya masih stop hafalan ya. Jadi Pak Aliman sama Pak Akhyar ya sesuai dengan yang di store kan itu ya. Pak Aliman terakhir setoran apa? Atau sekarang mau setoran apa harusnya? Lupa. Baru mulai Al-Fajr, baik. Akhyar? Al-Fajr ya. Udah, Prof. Arif dululah. Al-Insyiqaq ya. Sampai selesai atau sampai apa? Mudah-mudahan. Coba ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وسوف يدعو وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق
wal qamari idza tansaqa wal qamari idza wal qamari idza tansaqa fama lahum la wal qamari idza tansaqa la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun fama lahum la yu'minun fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun wallahu ala quru dua ayat sebelumnya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin 'adzim fabashshirhum bi'adzabin 'alim illa alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Wallahu a'lamu. 23. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq wa idzal wal qamari idzat tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun balil ladzina kafaru yukadzibun
Allahu a'lamu bima yu'un. Fabashirhum bi'adabin alim. Illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, baik. Lanjut. Berat, lanjut ya. Duluan. Sedikit dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأقروها fa aktharu fi hal fasad Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fajr wa layalin asr. Fasah fasama'i fatar. Fasahi watar. Wasahi wal watar. Al-layli idza yashur. Fil dalika qasamul lizi hijr. Fil dal wal fi al fi dalika al fi dalika lizi al fi dalika lizi qasamul lizi hijr. Alam taro kaifa fa'ala alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramajatil bi'ad iramajatil imad Fir'aun 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 F
Alladzina tagaw, alladzina tagaw, alladzina tagaw fil bilad aktsaru aktsaru fi wa aktsaru fiha wa aktsaru fi a fasad kos fasob 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 bahu fasob bahu alai fasob bahu fasob bahu alai fasob fasob alaihim alai alaihim rob buka rob rob buka mir to mir to de fasob ba alaihim rob buka rob buka sautot sautot fasob ba alaihim rob buka sauto adab dulu tat ya, ya. Alhamdulillah ya ya tinggi merajaah ya yang merajaah itu sangat penting bagi seorang Quran ya jiwa apa ya, harus tinggi merajaah punya kapan balik lagi ke bawah apa semua kapan ada seperti apa tapi intinya makin banyak pengulangan makin sering kita dengar dan mudah kita dengar yang jarang-jarang kita dengar itu agak lama baik hey, ada yang ingin ditambahkan ya ada yang sampaikan tetap ya. Ya, baik. Alhamdulillah untuk pelajaran kita di malam hari ini ya. Tadi ada juz 17, kemudian masuk ke 18 masing-masing orang ya. Ya. Kan? Untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Pak Wahid Nain. Shadaqallahul adzim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina syakirin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuru wa huda wa Allahumma dzakkirna in huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.